Give me a sign, I don't wanna lose the light. Tell me the truth, I can't take another lie. Tell me that it's gonna be alright. Give me a sign, I don't wanna lose my mind. Give me a sign, I don't wanna lose the mind. مساء الخير والسرور. يوم الجمعة، يومين قبل المدرسة، ونبي ننظم البنات. شوف الساعة كم. يلا اصحوا، يلا يلا يلا، لي ساعة ونصحيهم من 10:30. نزلت تحت على اني اسوي لهم فطور، بس الحين صحيت البنات، نزلت المطبخ اسوي فطور مستمتعين زمان، رتبوا شيء هنا المواعين وابدا اجهز لهم الفطور. اكلتنا شعبية، اكلة جنوبية شعبية يحبونها البنات. طبعا ما حطيت الستاند لاني اصور سناب واصور يوتيوب، فمرة كذا. طبعا اليوتيوب لازم مقاطع عرضية افقية، والسناب رأسية، عشان كذا اصور مرة كذا مرة كذا. هنا عجنت العجينة، يكون قوامها كذا يعني، يعني لأنه كبير ولا خفيف. طبعا عادي تاكلونها مع شاي مع حليب، بس الفطور وغدا. هذه البنات مرة من لي فترة هم يقولون صلحيها صلحيها، بس ما ناسب الوقت. شغلت الفرن تحت على العين اللي فوق، هي تستوي بالحسن. في عندهم مدارس يوم الأحد، هاك يا ابن الطنطرون طنطرون. وش خطتكم في تنظيم النوم؟ أنا طبعا كل سنة خلي آخر يومين، بس السنة هذه لا، بدينا من بداية الأسبوع. كنت قصدي يكون أريح لهم. يكون أريح إن يكون الأسبوع ما يكون تعب عليهم، يعني فقلت إن نبدأ بدري، وللأسف ما زبط الوضع. باقي لحد الآن اللي يسهرون صاحيين بدري يسهرون في الليل، لكن اليوم إن شاء الله حاول ينامون الساعة 11:30 عشان بكرة خلاص يبدأ الجد. خلاص خليها شوية، 5 دقايق تقريبا ونزلها تحت. الحين خلاص شغلت الفرن بنزلها تحت. طبعا أصور بيد وأشتغل بيد، ما في أحد يساعدني. بنات بناي والصغار توهم صاحيين ومرهم خلق أسنان. تشوفون الحين كويس، خليها الفرن حتى تستوي من فوق. طبعا لسه ما علمتكم شيء للأكلة اللي بصلحها، بس خلي لكم لاخر المقطع تشوفونها اخر الفقره. هذه مكونات اكلتنا اليوم: سكر، طماطم مقطعه، زيت او سمن اللي عندها سمن. انا ما عندي سمن طبعا، واحب الزيت اكثر، يكون اقل سعرات حراريه.
بس والله انتظر الحين تستوي بعدين ابدا معكم العمليات. هنا استوت خبزتنا بطلعها وابدا طبعا انا اسوي الطريقه القديمه بهذا يسمونه الجير او الجير تسمونه او بعدهم حطها في الخلاط بس انا لا هذه طريقتي الاساسيه واللي محطمة عندي هنا حطيت الزيت حط السكر لبنة طبعا لازم على اللبنة أفضل حتى ما يخرب عندي الفرن خليني أسوي وأرجع لكم طالع مشوار مع الشمس الظهر مشوار قريب يلا خليكم معايا جيت المحل عاد بصور لكم بدون صوت محل خضار هنا كل شيء عنده رخيص اسعاره مرتفعه بس زحمه فما راح تسمعون صوتي تفرجوا بدون صوت هذا الليمون جيت بدري قلت يمكن في زحمة الظهر بس شكل المحل مرة مزحوم شوفوا هذا الحين بس لسه قديم هذه بقارات هذا حلو الباذنجان بس شكله قديم عندهم الصحن شوف هذا الطماطم والشيري 3 4 ريال صوت 1.15 خذ 2 هذا متوت مدري 7 ريال هذا بكم 15 خذ 2 هذا متوت السلطة في عندهم بعض مفتوح المحشي وهذا هو المفتوح نحب الغفارية شو الزحمة ما في مواقف زحمة زحمة وشمس وحر الناس يشوفوني اسولف يحسبوني اكلم نفسي يطلع في الهندي يقول لي يمني وش في هذه تكلم نفسها ضايعيني والله الشمس دي تجيب لي ضربة شمس رجعت
رجعنا البيت وهذه أغراضنا اللي أخذناها، أخذنا التين، هذا 13 الصندوق، هذا لين، هذا أحسه شوي قديم. ويلا الحين بفضيها من الأكياس ومن اللبها. يلا خلوكم معي. من ما يحبونه، ما أحس إنهم يحبون التين. ذوقهم غريب في الفواكه. الحين مرحلة أدراج البصل والبطاط، هذا لازم. الحين جالسة نطبخ القديم حتى أحط الجديد، البصل الجديد. البطاطس والبصل، عاد ما احب احنا يكون عندي جنب كميات، انا ما احب اشتري الا حد لما تخرج اشتري عندي. اليوم هنا بعد الترتيب التنظيف. والله ما انا اجيب شطاست، جيب انا اجيب حطيها بين، بس بشوف وجهي. ايوه سيدي، تلاقي بعدها نسوي مشاكل. طبعا جايين نبغى كافي وكذا، نجلس نتقهوى قبل ضغط الدوامات وكذا. بس عجبني سنتر بوينت، عندهم اشياء مرة حلوة. كل الناس توهم يشترون الحين، السوق مليان. دايم تجذبني بشوزات الموف. شوف هذه عليها عرض الشرابات، الشرابات عليها عرض. لا ثنتين واحدة مجاني. نشوف قسم الأطفال. شو هذه حلوة بعد. صغيرة، تعالي نشوف. شوفي هذه، تبغى من هذه خذي. هذه أرخص. هذه بس قصيرة يعني. ماما قصيرة، موديلها قصير. ما أحب ال. ليه ما تشترينا؟ هم كل كذا موديلها، ما في إلا هذه. هذه ولا دي؟ شوفوا ألوانها، ألوان المحل كله سماوي وبيج وأبيض. طبعا أنا ما جيت يعني، جاي بس اتقهوى كذا وغير جو، ما ديني اشتري شيء يعني. بس كنا نشوف اذا شوفي هذيك عليها عروض، نشوف الاشياء اللي عليها عروض، نشوف اذا في شيء عليها حلو ناخذ. طبعا اللي حط الاشياء اللي عليها عرض يحطونها، هذه نفس شفتها امس محل نفسها، ما يحطون أشياء صراحة حلوة يعني. غيرين الأشياء الحلوة ما يسوون عليها عروض. لا هذا ما يخلي على الناس كلها. تنسيقاتهم حلوة والله. شوف حتى الشوزات يا حلوة هذه. هذا البنطلون بعد حلو. شو اسمه؟ وشو؟ شو الليجنزات؟ الليجنزات 30. أنا أخذتها من برا أرخص. في الإكسسوارات هذا مرة عجبني،
حسن هذا جنن هذا كلهم حلوين. شوفوا المطارات جمال هاي جنن كيوت جنن مرة. مورين هذا تفاح هذا نكهات متعددة وروائح. اشكالها جنن في هناك بعد في هناك شو الشنطة هذه؟ هذه انتي طبعاً كبيرة يما بهي طلبت مسك مسك شو؟ هذه الظاهر الشنط الماضر اللي جاية جديدة ايه بس كبيرة ما وهذا شكلها غريب هذه زي لانش بوكس تناسبني هذه احس لا شيء طيب حلو عندهم الترنقات تجي على اس هذه مقاس ترى بس يجي احس صغار يعني يلا يلا دينا يلا تعبنا رح نجلس قهوة ما في شنطة هذا شو الأخبار طبعاً قاعد أمشي شوف أدوات وش ساندي أنت وين هذا؟ روحي طيب شو فيها؟ جلسة واقفين كذا كنا ما يبغون ما؟ امشي يما عندكم ارضية لا يما هذه احسن كم الشنطة حقتهم اليوم؟ الشنطة؟ خلاص رجعي الموية تريد لا بس لازم في انواع معينه تكون تناسب متى او اي شيء بس ساكو شكلهم حقت كبار شويه ايش حسيتي مفضله ما حلي اصلا مطار اي شيء امشي شوفي هذه نفسها لما غيرت صح لا مو بنفسها هي هلا شو اسمه لي موجود. لا ايش دورة ايش دورة بتقولين قبل شوي شو اسمه ساندي كرامي شو ده الصراحة ما أحبهم يعني يمكن شوية كرامي باقينا شو هذا القسم كله فروزة في هنا فرشات أكواب شنط استكارات كباسة سلوش استكارات دفاتر شنط هذا قسم الأطفال شو الأقم صديق النتي أتوقع حلو هذي طبعا ما في تخفيض عندهم هذه حلوة بعد مرة الأشياء 40 إيه حلوة حلوة كلها حلوة ما شاء الله السوق كله حلو الملابس كلها حلوة إذا شرى الواحد كل اللي يعجبه يلا مشي يلا لين شوفي هذه الشوزات شوفي هذه تهبل لا هذه حلوة مرة شوف كم سعرها 200 احسها قماش مرة كيف قماش قماش انتو لموا هنا شوي هنا شوي هنا شوي هنا شوي شوف شو زاد حقتهم ان شاء الله كم لما ضاعت في المحل عجبها كل شيء أنا جبت هون بس شوية حسام هنا قاسم العلمين أحلى هذه لهم هذه أنا عكس خصلاتي المفضلة هي اللي وخطة يعني تعب مرة حلوة من يسود خلنا ولا لازم تأخذ مرة فضيت لي عبادي وهذا شنطة ثانية شنطتين جت لي مرة شنطتين في نفس الوقت إيه بس مشكلتها عندي تلبس لمو وانت تلبس الشنطة بعدين تلبس العباية بعدين الشنطة لا مثل كذا
يلا ننهي المقطع. لا عاد اليوم مدلعينكم مقطعين. لايك شير سبسكرايب ونشوفكم ان شاء الله في مقطع ثاني والى اللقاء.